ننصح، وانا من الناس اللي طبعا دائما اهمل اسناني وهسه حاولت ارجع لها، انه بالزياره الدوريه للاسنان. أكيد. كثير هسه احنا خاصه عندنا يعني بشعبنا انه اللي يتاذوا كلش يلا اللي يروحون ما ينام الدكتور. ليه يلا يجيني. بالضبط. سني صار وصل مرحله انه ما صحيح. اقدر اكل عليه يلا اروح. شنو تنصحين المشاهدين هسه اللي يتابعونه، ليش ضروري يزورون سوري طبيب الاسنان والزياره الدوريه اهم شيء؟ صحيح. يعني مثل ما قلتي هسه اغلب المراجعين اللي يجون يعني الا يوصل مرحله انه ما يقدر ينام باحه بالليل يجينا ثاني بالضبط الصبح. فهاي مرحلة يعني واحد المفروض ما يوصل يعني يبدي انه يزور طبيب الاسنان بشكل دوري، المفروض هي كل 6 اشهر. اللي عندهم مثلا قابلية لتسوس الاسنان عالية تكون كل 3 اشهر، اللي اقل يكون كل سنة. فحتى يعني انه اذا اكو تسوس هسه وبعد يعني يبدي عالجه، اذا كانت عندها حشوة جذر هم يعني يبدي بيها جلسات يعني يكون عندها الم اقل من انه تكون بعدين نقدر تصير نقول اورام دكتورة، بيها. نقدر نقول انه حتى الفترة العلاجية راح تكون اقل، اقل التكلفة، اقل كل التكلفة شيء اقل. يكون اقل بالضبط إلي. يعني صح. كل ما يكون مبكر كل ما احسن، يعني احسن ما تفاقم عندنا المشكلة ويكون عندنا يعني كلش حتأذي، اول شيء نفسيا الم بالاسنان، تكلفة مادية تكون اكثر، وقت جلسات اكثر. اكثر صح. فيعني واحد يعني يكون يتلافى دائما بالبداية ويا طبيب الاسنان ويا طبيب.